شنو اللي صار؟ اللي صار شنو؟ فعلا اني اريد افتهم شنو اللي صار. من الصبح تلفزيون اذاعه الناس كل واحد بداخله حكي، واحد يباوع الثاني، بس ما حد يحكي ويا الثاني. اللي صار شنو؟ اذا اكو واحد بيكم مفتهم شنو اللي صار ارجوكم خلي يوضح لي. انا لحد الان ما جاي افتهم شنو اللي صار، ما جاي افتهم. 18 19 شنو 18 شنو 19 شنو محافظه 19؟ ليش يعني؟ ليش محافظه؟ ليش يعني احنا 18 ومرتاحين وقلب على قلب، وين وديتنا؟ ها شو نسوي بيها؟ ناس قاعدين ومرتاحين وشعب مستقر ومستقل، ايش بيك؟ وين رايح يوميا مهجولنا؟ وين؟ 8 سنوات، 8 سنوات موت، جوع، ارامل، يتامى. ما فكرت استوهم شباب نرجعوا حتى يتنفسون، ايش بيك انت؟ ما فكرت بالامهات، ايش راح يصير بيهن؟ من حرب الحرب من حرب الحرب. اني طالب كليه وما مرتاح، من الكليه للشورجه اشتغل بالشورجه، اني وصادق عباس اشتغل مع تاجر قرطاسيه، اني مسؤول على الخانات وصادق عباس مسؤول على المحل. اروح للخانات ادز البضاعه لكل محافظات العراق عن طريق النقليات، موصل، اربيل، الانبار، البصره، السماوه، الكوت. بعد ما انتهي التحق بالمحل، نقعد انا وصادق عباس نمشي امور المحل، قبل التعزيله بساعتين نطلع جنابرنا قدام المحل، نبيع اشكال وارناق من البضاعات، ملابس، دشاديش، قمصان، بناطير، قرطاسيه. طبعا انا وصدق عباس كنا نبيع اي شيء بطرق كوميديه وبهلوانيه وحركات، كانوا الناس يلتمون علينا ويشترون من عندنا. التجار اي تاجر عنده بضاعه نايمه على قلبه يعطيها لماجد درندش وصادق عباس يبيعها له بكل سهوله. نطلع البنات بنطلونكا الترينكا السانكا اللانكا الا خلصت البناطير. انا وصادق عباس هاي دشداشه هم راخت ديتال ترينكا انت، خلصت الدشاديش بالكلاوات. بالكلاوات نمشي كل شيء، نحب الكلاوات. هذا حدث 1991. كلاوات هواي، اشباه رجال، اشباه مثقفين، اشباه كلاوات، نتمسك بالكلاوات، وهم كانوا المتصدرين الواجهات ويمشون مصائرنا، مسؤولين عن احلامنا وطموحاتنا واولادنا وعوائلنا. الكلاوات اشتدت الازمه، يوم عن يوم اشتدت الازمه، طلبوا مواليد حتى يلتحقون بالحرب. راحت الخمسينات، الستينات، السبعينات، التقت ذهبت الى الحرب. انا عندي 3 اخواني، 3 راحوا للحرب، عوائل 3 اجوا عندي بالبيت، وانا وامي 4 عوائل. مسؤوليه ابوا عليهم نساء، بنات، صبايا، اطفال وامي. المسؤوليه اشتدت بعد اكثر واكثر. بسنتها انا كنت خريج اكاديميه الفنون الجميله ومن الخمسه الاوائل. اني حكيم جاسم، باسم قهار، كريم جمعه، ياسين اسماعيل او سافر ناجي ما اتذكر بالضبط. كان من المفروض نلتحق مركز تدريب 45 يوم ونرجع نكمل ماجستير، وبعد الماجستير كان عندنا طموح نكمل دكتوراه. بس بذاك الزمن ما يحتاج هواي دكاتره، زمنهم طفوا علينا الكهرباء. وفعلا هو ذاك الزمن طفى علينا الكهرباء،
خلانا نعيش حياة ظلمة، سوى حياتنا هندس حالكة، خلانا نشوف شنو الصح وشنو الغلط. نظام مظلم مميت. قررت أن ما ألتحق بالخدمة العسكرية، لأن يعني الحياة ما تحتاج بس دكاترة، تحتاج مضمدين، سسترات، سائق أسعاف. تصوروا درندة سائق أسعاف، والله شبعكم وي 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 وي، أقلب الدنيا، العراق كلها ترسوي وي. سعيد المصري أحد العمال اللي كان يشتغل ويانا، تحدثت معه في ذلك الزمان، كانوا المصريين السودانيين العرب عندهم هوية شؤون العرب. أخذت هوية سعيد المصري، رحت للمصدر سوق مريدي. في سوق مريدي مزورين مشهورين على مستوى العراق على مستوى العالم، شالوا صورة سعيد المصري خلوا صورة ماجد درندش، أصبحت سعيد المصري. والله العظيم يا باشا، أروح للشورجة أطلع الجنابر مالتي، تعال يا باشا الحاجة بسبعة ونص، تعال بص الحاجة بسبعة، تعال تمشي البضاعة. مشت سعيد المصري، اشتدت الأزمة بعد أكثر، مسؤوليات أكثر. كنت متفق مع بعض التجار في المحافظات وبغداد أنه أستلم منهم قرطاسية شهرية، هذول يستلمون حصة من الدولة من الأجهزة الدقيقة. رحت العمارة متفق مع أحد التجار، وصلت العمارة استلمت البضاعة، كملت الوصولات كلها، تزوير الوصولات إلى آخره. ثاني يوم ردت أطلع من العمارة، جسر جديد، الثوار بدأوا من جسر جديد سنة 1991 بالعمارة، الانتفاضة بدأت من جسر جديد. جسر الجديد جسر بنوه الإنجليز، وسموه جديد لأن أول جسر بالعمارة في زمن محمد العريبي. عبروا الثوار، سقطوا شعبة الحزب الحاكم، سقطوا فرع الحزب الحاكم، الأمن، مديرة الأمن، المخابرات، سقطت العمارة، صارت بيد الثوار الأبطال. 1991 أربعة أيام بدون حكم بوليسي، أربعة أيام بدون أي دكتاتور، بدون أي تلصص رجال الأمن أو جيش الكذا، ويدخل على البيوت ويرفس ويعتقل ويعدم ويقتل. ذكرت أمي، ذكرت عوائل خواني من أولهم، قلت أرجع. طلعت دبيسات ماجدية على الحدود، صار التفاف حرس الجمهوري، حاصروا العمارة، مسافة لوريات، ناس، عوائل، أطفال، أمهات، شياب، جمعيهم بالعراء، عسكر، حرس خاص، انضباطية، جيش، وملثمين. الملثمون كانوا يرتدون أكياس وطالعة بس عيونهم، يمشون بين الأهالي، أهالي العمارة، ما يسوي شيء بس يأشر. طفل وقع، امرأة وقعت، شاب وقع، شيخ وقع، بس يأشر. وعسكر النظام السابق يقتل بدون أي شعور، بدم بارد. سلمت نفسي، قالوا شنو أنت؟ قلت لهم أنا ما عندي لا هوية ولا هاي، أنا جندي في مركز تدريب العمارة. وانحصرت، المخربين كذبوني، أخذوا هويتي، أخذوا كذا، خلونا بدون وثائق على صفحة. بعد ذلك ربطوا ايدينا، ربطوا عيوننا، ركبونا بلوري، مشت اللوري ساعات طويلة، نزلونا، دخلونا بقاعة، فتحوا عيوننا ايدينا، قاعة رقم واحد في سجن الرضوانية في بغداد مساء. بعد 10 دقائق بالضبط دخلوا حرس السجن بيتم كيبلات، كل احنا ركبنا حضرنا في زاوية وظلوا يجدونا بالكيبل. اللي بيه حيل شاب يركض يصل للحائط، آخر واحد هو اللي يتحمل كيبلات.
حكومة الكيبلات، حكومة التيزاب. ثاني يوم الصبح دخلوا علينا ملثمين وياهم العسكر، صاحوا أسماء، أشروا على كم واحد ثلاثة، طلعونا وياهم، ربطوهم، خلونا قاعدين، لازم نباوع، المي باوع فوق بنادق، لازم نباوع. طا 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 16 سنة، 20 سنة، 30 سنة، سقطة. العصر يدخلون ملثمين وياهم العسكر يأشرون، يصيحون أسماء، طلعوهم، يربطوهم، طا طا سقطوهم. المغرب، ثاني يوم، ثالث يوم، أنا من الخوف كنت أسوي روحي أحول حتى ما أشوف هاي الأعمار تتساقط قدامي بشكل واضح، ما أشوف الصورة زين، منظر مرعب مخيب لا يتصوره العقل. رابع يوم ماكو ملثمين، مساء حولونا من الرضوانية إحنا العسكريين إلى الحارثية. بالحارثية سوينا مجاميع، وين أنا؟ بالمشي اللي راحت العمارة، بالطريق. قلت هاي شنو؟ أنا اسمي مو عسكري، كنية ما عندي، اسمي ما موجود بالسجلات، ايش راح اسوي؟ قلت الحمد لله خلصت من الرضوانية والحارثية، طبيت المعسكر القدر، حسين بقي جيراننا هو اللي يستلم من الجديدة بنفس الدربونة، فرحت وصلت يمه، قال حسين هذا نموذج وهاي 25 دينار، دير بالك تدخل العمارة لأن الإعدامات الفلس. رجعت من سيارة سيارة، من سيطرة سيطرة، من سيارة سيارة سيطرة، ذاك الوقت من العمارة لبغداد 4 ساعات بالسيارة بشكل طبيعي، 9 ساعات يلا وصلنا. دولة خائفة كانت ترتجف من ثوار 1991 الأبطال. وصلت البيت، العوالي طبقهم، شو اسمه الأطفال وأمي وهاي، جروا نفس ارتاحوا، علاقة. هاني يشوفوني علاقة. طبت لهم العلاقة، علاقة، أرجع لهم بيدي طماطة، بصل كذا، علاقة، عوائل، واهي. صفرت عن نموذج. ينتهي شو أسوي؟ ذاك الوقت كان أكو تبادل أسرى ما بين إيران والعراق. رحت السوق مرادي المصدر. كانوا الأسير يطوا هوية زرقاء فاتح. سووا لي هوية اسمي رزاق. كنت أسير في طهران 5 سنوات. وعدت بالتبادل الأسرى. رزاق الأسير، رجعت رزاق الأسير، بس هذه المرة وين رحت؟ للسوق العربي. دخلت سوق رزاق الأسير، عندي من خالي رجع أسير، عنده لوثة نفسية. يمشي ويحكي لوحده، يمشي ويحكي لوحده. فأخذت منه هاي الصفة. ظليت أوقف بالسوق العربي، أبيع وأحكي لوحدي يتخبل، إذا الله يتعاطوني هاي تجار خطية مخبل وهذا الطول. شدت الاسم بعد كثير. كنا بذاك الوقت بين فتره وفتره لقيت بيت احد الاصدقاء نتناول الغداء. ذاك اليوم كنا قاعدين ببيت الفنان المسرحي والنجم التلفزيوني فلاح ابراهيم. اني واسط طهران وكريم جمعه. فلاح ابراهيم كان موجود اخوه علي. علي ابراهيم اللي هو اكبر من فلاح. يحيى ابراهيم بعد صغير، بعد ما صار دكتوراه. تغدينا بانيه، خبز، سمك، ام فلاح ام رياض الله يرحمها. قالت لي ام فليح هذا الملك ياكل، جاي ياكل. قالها هذا الملك لا تخافين عليه، سميني الملك. ليش تسميني الملك؟ لان انا كنت المطرب لكل حفلات زواج اصدقائنا. بس مطرب فاشل. بس مطرب اصدقائنا يعني الوضع الاقتصادي، مطرب مساعد المطرب مالتي صادق عباس، وعازف العود ابو الاباء، وكذلك نجيب هاي العربه مايك عود، نغني اشياء تلفيقيه، نغني اشياء كلاوات. طبعا الناس تحب الكلاوات، يعني اغنيه هيك منظمه ما يحبوها يعني.
حب الكلاوات مغني شوربة دردندن شوربة وانا اريد شوربة للل. الناس ترقص ساعة ساعتين على الشوربة. شنو الشوربة ما ندري. التريكة السانكة صادق عباس يروح هناك الليكة ابوكو التريكة التري. الناس ترقص ساعة على تريكة. انا يا ماما يا ماما يا با شنو كنتور يا ابو مراير يرقصون عليه ما افتهم ليش السالفة. اشتدت الأزمة بعد أكثر. شربنا شاي خلصنا سمعنا أصوات يسقط النظام يسقط الحاكم يسقط كذا يعيش العراق يسقط. انتفاضة 1991 بدت مريدي بس الحرس الخاص وصل وين إلى القناة وجه مدفعيته على المدينة راد ينسفها من الوجود. الانتفاضة تحولوا إلى مجاميع كل مجموعة راح دخلت بقطاع. إحنا كنا في قطاع 57 طبوا الانتفاضة طلعنا أنا وفلاح وباسم وكريم وعلي أم رياض هلهلت أم هناك سمعت ذبت الخبزة وهلهلت أم هناك سمعت ذبت ابنها وهلهلت أم هناك سمعت ذبتها كل هالهولة تقول إي ولدي خلصونا كل هالهولة تقول متنا متنا الله يرضى عليكم شلعوا هذا بالعد اللهم اجعل مقام الأمهات مقام الأنبياء. اللهم أني أسألك بحلالك عن حرامك أن تأخذ أرواح الأمهات قبل الأبناء لأن أرجوكم فلنقرأ سورة الفاتحة على أمهاتنا العراقيات وقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا كثيرا. ثورة انترست حرس خاص مخابرات أمن تفتيش اعتقالات إعدامات إلى آخره. اهتزت الدولة قررت أن تفتح السفر بالخط العريض وفي إحدى الصحف الرسمية للدولة كتبوا الغاية من فتح السفر هو تنظيف العراق من الكلاب السائبة. وأنا كأي كلب سائب ذهبت إلى مديرية الجوازات صباحاً حو حو اريد اطلع جواز بالكتب حو حو اي والله هذا مطلوب حو 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 اعطوني كتاب بيان موقفه من الخدمه العسكريه. رحت المريدي شلون؟ قلت لهم انا جماعه الخريجين صار 6 أشهر بالجيش بعد سنه و6 أشهر حتى يسرحون. قالوا انسى الخريجين قبل يقولون علينا خريج من ريج بالبريج. قال انسى الخريجين دفترك راح نضيعه راح نسرحك وين موالي 62 ودفترك ضاع بالغوغاء الى اخره. سووا لي الكتاب طبعوا لي اياه اخذت رحت العماره وصلت للنائب ضابط اعطيت نائب ضابط مديريه تجهيز العماره فتح قال اي ابني صحيح كل الصحيح انت مسرح ومسرحين اموالك بس انت مسرحيك على صيغه 63. قلت له شو سوي هسه انا شو رجع الاربيل؟ قال راح نرجعك بكتاب لهم الوحدتك اللي هي مريدي. رجعوني كتاب رجعت اخذت الكتاب رحت المريدي قلت لهم ليش يسوون كذا؟ قالوا مو مشكله اللي يضايج احنا هم نرجعك بكتاب لهم. شنو قلت؟ قالوا وين رجعك بكتاب لهم؟ قالوا بناء على كتابكم مديريه التجنيد يد لكم هاي طول الكتاب. رحت للنائب ضابط قلت له قال اي هسه صحيح هسه صحيح. قلت له انت متريقين؟ قال لا ترى راح اجيب لكم صينيه جيمر وصمون حار. رحت رجعت عند الصينيه الجيمر صمون حار النائب ضابط اعطاني كتاب تسريحي طلعت له كتاب مديريه الجوازات. قال شنو؟ هسه تريد تطلع جواز وهسه تريد تفلت؟ قلت له شو اسوي؟ شي يجيبني كذا ما ادري شنو المهم كمل لي اياها. رجعت لبغداد للعلاوي نقليات جرش ثاني يوم ركبت بالمشاه المشاه نص ركاب بيها كان بين ويوم بين يوم ويوم اكو سياره طلعت المشاه حركت المشاه. هنا المشكلة اسمي موجود بالحدود
ما موجود، يشيكون بالحاسوب بالحاسبة، راح يلزموني يعدموني يرجعوني أهلي خواني أمي، كل هاي الأسئلة. وصلنا لطرابيل القدر. أول واحد نزل من المنشأة لابس دشداشة بيضة وسيم جدا، شاب خلى رجله على القاع، سكتة قلبية، مات انخبصت. الركاب الحرس الكذا شنو جيبوا جوازات، طلعنا دخلنا الرويشد جمعوا جوازات. انا كنت ماخذ وياي محمد فاضل عود، هم تزوير هم كلك يعني، مو جمعوا جوازاتنا. دخل اجى واحد جندي قال لي مين ما قد عب، قلت له نعم، قال تعال يا زلمه. رحت استقبلني نقيب، اهلا وسهلا بالفنان، تفضل قهوه شاي كذا، شربت شاي ارتاحت استرخيت. قال احنا يجينا كاظم الساهر ماجد المهندس الى اخره، من يقيمون حفلات يروحون للضريبه يدفعون ضريبه وهذا. قلت له اوكي. قال له ساعد الفنان، صعد صعدوا العود مالتي. قلت له الحمد لله وشكر ما قال سمعني زين، ذاك اللي سمع هم سمع شوربه ترنديش وصلت ساحه الهاشميه. رحت الفندق الجامعه العربيه، كان ينتظرني كريم جمعه وكريم كثير الله يرحمهم. قعدنا سهرنا كذا الى اخره. ثاني يوم اجرنا بيت بجبل الحسين قعدنا، ورا اسبوع كريم كثير سافر الى اليمن. هشام حماده فنان اردني يذكره الدكتور عقيل مهدي احد دوراتنا طبعا، ونجم كبير عنده مسرحيه للاطفال غابه اليوتوبيا، طلع منه ممثل البطل الثعلب، انطاني انا الشخصيه وخلى كريم جمعه مشرف على العمل. وبدينا احنا نفتر على المدارس نقدم عروض للمدارس. يوم يتلف عروض طونا شقه طونا كذا، امورنا صارت زينه. فيوم من الايام دنا نتمشى بالساحة الهاشمية، طار ركض معي شاب أربعيني ممتد أنيق دم يسيل، ابنه يبكي، بنته تبكي، زوجته لكم هاي ليش لويش ما صدقنا طلعنا الحدود، هاي سويتوا بينا لكم ليش، الله لا ينطيكم الله تبكي. تستبنى أنا وكريم جمعة صارت عندنا علاقة بالأردنيين فنانين، سمعنا إنه هذا بروفيسور بالطاقة الذرية عراقي، وقتيله عام 1991 في الساحة الهاشمية من قبل أزلام النظام السابق. مشت الحياة، قدمنا عروض. في يوم من الأيام ساعة بثنتين طلع كريم جمعة، فتح الباب، عم كريم جمعة والكم هاي انتم ما تستحون، ما عيب عليكم، دمرتونا عذبتونا. يوم يا جاينا الامن المخابرات العسكر الشرطة الانضباطية التفتيش، هذا كله صوج درندك اللي دمرك هذا كريم، ولك سويت بينا وراح. انا وكريم جمعة قلت له ها، قال انت ها، قلت له شو نسوي، قال هلا اسبوع كريم بليبيا، ورا كريم انا طرت لليمن، شكرا للاردن شكرا لعمان. دخلت اليمن اتمشى بالمطار، عندي ما يعادل 40 دولار قدر. اه حسن عزيز كان ينتظر ابن عمي حسن عزيز خريج معهد فنون جميله، قدم اطروحه الامبراطور جونز من اروع الاطاريح في وقتها يعني. هلا وحسونا مجهودي كذا مدري شنو هذا، قال منتظر ابن عمي. طلعني قال عندي مفاجأة لك، اكو شخص انت ما شايفه من 81. منو؟ قال لي مفاجأة. رحت طب اخ فطومة، شلونك حبيبتي اختي العزيزة فطومة؟ فاطمة كانت تشتغل بالمسرح الواحد، ما تعرفت على سويسري يشتغل بمنظمة الفاو وزوجته وذهبت الى سويسرا. رحنا للشقة اللي بيها حسن عزيز، بيها 3 غرف. ثاني يوم ثالث يوم شفنا اليمن، طلعنا عليها، ما لحقنا على التدريس لان دخلت الشهر الثالث 1992 لليمن. قررنا نفتح مطعم، فتحنا مطعم، اني على الصاله، حسن عزيز على الشوايه، كريم لازم على الدخال، زهير كان ويانا ايضا خريج سينما من السبعينات، يجوز الاستاذ عزيز يتذكره، زهير كردي يعني هو الطباخ. فاول زبون يدخل لنا يمني جنبيه مالته والوزره مالته وهذا وقعد وهذا، جيت اني طبعا الين هيك شوي عند روح الفكاهه خلوني بالصاله. قلت له اشتاكل يا عزي، يا عزي يعني يا اخي اشتاكل؟ قال اريد كباب. قلت له حسن؟ قال ها. قلت له نفر كباب؟ قال المن. قلت له قلت له هويتك. قال شنو؟ قلت له الكباب شريفه هويتك. قلت له هذا شنو غير مطعم احنا، شنو المن؟ شنو المن؟ مطعم احنا. مش المطعم
صارت انظار على المطعم. صار المطعم ملتقى العراقيين الهاربين من النظام السابق. كل خميس على جمعة نسوي أمسية، نقرأ شعر، أغاني، نسامر، نتذكر العراق، نتذكر بغداد الجميلة، نتذكر أصدقائنا. كل خميس على جمعة الصبح نتريك باقي الأودين في المهن يروح لبيتي. صارت الأنظار السفارة على المطعم، بدأوا يرتادون كذا يسمعوننا كلام. في يوم جمعة، إحنا الجمعة منفتح، انطرق علينا الباب، دخلوا لنا 4 من السفارة العراقية بال92، نهاية ال92، الملحق العسكري ويا شخص آخر يمكن بالاستعلامات ويا واحد من عرفه بس شواربة هيك يعني مبين من ذول وياهم واحد لابس دجداشة. قالوا هذا جاي من قبرص ما عنده عمل، بيعوا له المطعم. انتوا اشتغلتوا مدرسين خلاص تعينتوا، بعنا المطعم على طول. دخلت الى سلك التدريس باليمن. اول سنه سويت مختبر مسرحة المناهج المدرسيه، ثاني سنه وكيل وزير خلانا مشرف تربوي، اشتغلنا مسرح اشتغلنا مسرح مدرسي، الفرقه الوطنيه اليمنيه اشتغلوا لي عمل الملجئ للجل بغداد، اشتغلوا لي عمل راح المهرجان القاهره المسرح التجريبي، اشتغلوا لي عمل راح لتونس. احنا سوينا فرقه مسرحيه انا وكريم جمعه وبعض وعلي جنح والى اخره، ويمين قدمنا مسرحيه اسمها اللؤلؤه. مشت الامور. في يوم من الايام عائله عراقيه صرخت بالمطار، ولكم الحقونا، ولكم ولكم الحقونا، راح يقتلونا انا وجهالي وزوجي بالسفاره، محجوز زوجي بالسفاره راح يقتلونا، وهذول هذول ويانا يريدون يسافرونا عنوه وقوه والى اخره. تدخل الامن السياسي اليمني، تدخلت الدوله، طلعوهم، اعطوهم لجوء. هذول عائله الملحق الثقافي العراقي في السفاره العراقيه عدنان هاشم الرجب، ابن هاشم الرجب هذا العلامه بالفلكلور والتراث كبير. هاشم الرجب تعرفت عليه من خلال مقيل المقالح، الشاعر الكبير المقالح. تعرفت عليه وعلى الملحق الثقافي القطري وبعض الاسماء، كنا عراقيين كل اربعاء نروح المقيل المقالح. الوحيد انا اللي يمشي عدنان هاشم الرجب، صارت الانظار هم عليه. ورا فتره دق علي الباب، هم دي 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 دي. انا كلش سعيد دق علي الباب، ما ادري شنو باب يا هذا، باب خيبر. دق علي الباب، فتحت، كابتن عبد كاظم. اوه هلو هلو كابتن، شلونك؟ طبعا كابتن عبد كاظم تعرفت عليه عن طريق الدكتور صلاح القصب، يتذكر الدكتور عقيل، كنا نروح نسهر يمه في المطبعه، وتعرفت عليه انا يعني عن طريق دكتور صلاح. يابا شنو قال؟ انا قبل سنه، قبل اسبوع سفرت عائلتي لامريكا، وانا هسه علي عيون ومطارد. قلت تفضل، بقى يمي فتره، بقى تقريبا اسبوعين بعدها لحق عائلته الى امريكا. مشت الحياه الطبيعيه. اسماعيل خليل صديق دكتور عقيل من دوراتهم طبعا، مخرج مهم ومسرحي يساري ماركسي، كان في اليمن الجنوبي، غادر اليمن الجنوبي، اجى صنعاء، حاول على جواز عراقي، طردت السفاره العراقيه، بعدين عن طريق الامم المتحده حصل جواز من الهلال الاحمر، راح البلغاريا، من البلغاريا الى المانيا ومات هناك، مات في المنفى. ورا فتره شو اسوي هاي يعني؟ انتهى جوازي، يعني راح ينتهي تقريبا. رحت للسفارة العراقية، قابلت القنصل، طيته جوازي، قال ها، قلت له اريد قال هلا هلا، قال احنا نريدك، جيت برجليك، هلا بيك، هلا هاك. طاني 20 يوم وختم عليه من اجل العودة الى الوطن بشكل نهائي، قال روح روح برجليك، ما راح تتعبنا انت. طلعت دايخ، هاي شنو؟ أنا تعرفت على غانم السليطي من خلال مهرجان القاهرة 92، الملحق الثقافي القطري، جتني فكرة أسوي عمل، ريع العمل يروح أدوية الأطفال العراق، نرفع شعار نرفع الحصار على أطفال العراق. نجحت العملية، رحت للسفارة، خلال 5 أيام مشت الأمور، أني صفوت الغشيم، سالم الجحوش، هذول ممثلين يمنيين، طرنا القطر، شكرا يمن، وصلت قطر. قدمنا المسرحية، سلمان مالك رسام كاريكاتير ورسام تشكيلي، قال محتاجيك بالهيئة العامة للشباب والرياضة اللي هي وزارة الشباب والرياضة. تعينت مشرف مسرحي في وزارة، وبنفس الوقت أيضا مشرف في نادي الجسرة، يعرف أستاذ عزيز يعرف هذا النادي، مهم مثل اتحاد الأدباء عندنا، بأهمية اتحاد الأدباء.
قدمت اعمال، اشتغلت مسافر لير، اشتغلت الفيليالك يا ملك الزمان، اشتغلت مسرحيه حمدان بين البحر والانسان نوخذه، وحصلت على افضل عمل عام 96 في المهرجان المسرح الشبابي الخليجي. ساكن بمنطقه اسمها مشيرم، شارع مشيرم، مقهى مشمش تحت العماره، التقي بيها، كنت ادخن بوقتها نارجيله والى اخره. دخل علي واحد يعني اغلب الموجودين يعرفون اسمه بس ما اريد اذكره، شاعر يدعي الشعر، ومعاه واحد يدعي الشوارب، هيك شوارب غليظه، واحد يدعي الشعر واحد يدعي الشوارب، ان اثنين بيه شين، هاي شين وهاي شين، مشكله. قعدوا قال ايه يا شو انت ما تجي الحفله ها وين انت شو ماكل انا تشرب قهوه تشرب شاي تشرب مدري شنو هاي. تكررت العمليه مره مرتين ثلاثه اربعه، شعرت بالخوف. بنادي الجسره باسماء مهمه بوزاره الخارجيه وكذا اعضاء مجلس الامناء، واحد منهم احد الاصدقاء يعني كنا نقعد ونطلع، هاي صار كل صديقي، فتحرى على الموضوع قال لي ماجد افلت اطلع هاجر، روح شوف لك دوله تعطيك جواز تعطيك جنسيه، هاجر لا تبقى. انا هم لملمت اموري طرت، وين طرت؟ للهند. شكرا قطر، شكرا شكرا قطر. بالهند بالطائره تعرفت على يمانيه مليت لها الاستماره كذا الى اخره، دلتني في فندق هي تسكن بيه، قعدت بعدين طلعوا مهربين ذهب الى اخره، تعرفت على المهرب. المهرب عنده مساعد اسمه اليكس، ايراني اهوازي يحكي عماره قح. هذا المهرب عنده خمس شقق، خمس شقق بها عوائل، بها نساء لوحدهم، شباب الى اخره، قاعد عطك كذا مدري شنو الى اخره، ضحكنا بدعاء لازم المهرب ولدي قلت ادمرك اليوم انهيك كذا يا بشكو. قال شلون يخلي صورته بجواز اسرائيلي الا اذا مرن على ابوك يا ابو حتى اسرائيل، لك انت كذا مدري شنو كذا الى اخره. المهم ورا اسبوع سفره بغير جواز، بقينا هنا. مرت ايام جاني قال لي ماجد هذا جوازك. شنو جوازي؟ جوازي اسباني. فتحت الجواز اسمي سنتانا منتانا، سنتانا منتانا، مو كملت طبيت المطار. انا على اساس اسباني، غراسيا كرانتيكو كروسكو بروكو برتينكو. راد يختم لي؟ ها اختي ها؟ قال لي في الدقيقه 1 مينت بليز ويت 1 مينت. راح جاب لي من السفاره من الخطوط الجويه الإسبانية، حكوا يا إسباني، قلت له بليز الله يخلي أبوه غراسيا مشينا يعبرنا مدري شنو ما فات. فاحت ريحة السياح والطابق والزوري والهور، هور الأبطال، فاحت. قالوا لا أنت مو إسباني، من العمارة كظوني ذبوني بغرفة، لقيت اثنين عراقيين قبلي، هادي وأبو حسن من النجف، واحد الان باستراليا وواحد رجع للنجف. شنو كذا اجى الضابط هاي قبل احداث يناير، قالوا مو مشكله كتاب من السفاره العراقيه يتكفلكم تطلعون اسبوع. انتظرنا الكتاب، اجى كتابين، كتاب بذول الاثنين اخلاء سبيل يطلعوهم، وكتاب بيه تسليمه الى السلطات العراقيه مطلوب. وقتها صارت علي ضجه اعلاميه بالاتحاد الادباء تتذكرون، ووقفه وكذا، لا تتذكرون وسط الامم المتحده. نقلوني الى سجن، سجن محلي بي بس هنود. اباوي ادور على واحد يحكي عربي ماكو، ادور على واحد يحكي انجليزي ماكو. ورا شهرين اجى واحد يعرف انجليزي، طيت التشارجر مالتي، التشارجر مكتوب باللغه الاماراتيه، هي اللغه الرسميه لمقاطعه مهرشتا اللي من ضمنها بومبي، عام 98. قرأت تشارجر، قال لي يا بنت جاي من باكستان كاتبيك وما عندك لا جواز ولا هويه ومجهول الهويه. قلت له يا باكستان يا جزمه، قلت له الحال. قال لي لازم تروح للسجن المركزي، بي فورنار، بي اجانب، بي كذا، دز رساله لاهلك، للعراق، الطالب الامم المتحده، سويت مشكله دزوني للسجن المركزي، طبيت للسجن المركزي. سجن المركزي قاعه عنبر رقم اربعه، قاعه رقم ثلاثة، باوعت ثلثين القاعة مزدحمة هيك هنود، فقرة وريحة وبهارات، وربع آخر يعني فايف ستار سفن ستار، أفرشة ويطبخون وتلفزيون. يا ذولا شنو؟ ذولا المافيا الهندية.
بكل عنبر اكو مافيا هنديه، هواي مافيا هنديه، مافيو راجو باي، مافيو داوود خان، مافيو شكيل، مافيو قدو، هواي مافيا بالهند. بيناتهم اقتتالات فيعزلون كل مافيا يخلوها بقاعه حتى ما يصير قتال بيناتهم. المافيا الهنديه مخلينهم غرفه بالقاعه، غرفه يطلع بوري من هذا ويسبحون. احنا ما نسبح. نطلع للساحه بالاستراحه بعد التعداد، يجي تنكر يمشي واحنا نركض ورا التنكر. نسبح ركضا. اللي يحصل له راجدي واللي يحصل له كذا هاي يوميه تعبت. تعبت بالليل حشيت ولي هنود قلت لهم باكر اسبح بهاي الغروه، قال يقتلوك. شنو قالوا؟ يقتلوك يذبحوك. حتى الحرس السجين الشرطه ما يقدرون يشهدون ضدهم. ذولا مخيفين. وفعلا في يوم من الايام في الساحه نقيب هندي اعتدى على احد العصابات ذولا. ثاني يوم اجى هذا النقيب ظل يبوس برجليه. شنو يعني؟ حد دينه بعائلته بابنه بكذا يخطفوه الى اخره. المهم قررت انا. ثاني يوم طبيت الصبح للغرفه اللي قاعد قدامي هي سته رقم سته يعني شي بالهندي سات يعني سبعه، قلت لهم مي سات نمبر. اجى واحد قال لي مي سات، قلت له مي سات نمبر تمكو هات نمبر. قلت له انا رقم سبعه انت رقم ثمانيه كذا بنشوت ماذر شوت كاسه كاكره كاكره صارت عركه. اجى رئيس العصابه مالتهم فاكر اللي قال شنو كاوا؟ قالوا له هذا يريد يسبح. قال له منك كون هيتمكو؟ كون هيتمكو؟ ادر صاب كروكم. قلت له مي تمكم كون هي؟ هو يقول لي انت من وانا؟ قال له منو؟ هو رئيس العصابه طبعا. انت من كون هي؟ قال لي مي كون هي؟ مي داوود خان كومباني. انا رئيس عصابه داوود هنا بالسجن. قلت له تم تعرف كون هي؟ قال لكم تم عراقي ولا كومباني عصابه العراق انا لك. ضحك. قال انت عراقي؟ تم عراقي؟ قلت له قال خلوه يسبح. سبحت وهذا جيت لقيتهم مخلي لي مكان هيك مكان قونيه والوساده قونيه ايضا. بس هاي القونيه اتذكر نمت قعدت ورا العصر لان كنا ننام هيك واحد. مرت الايام اروح للمحكمه ارجع من المحكمه اروح المحكمه ارجع المحكمه اروح المحكمه جادجمنت داي قال القاضي بعد اسبوعين. كل اسبوعين اروح المحكمه جادجمنت داي يوم الحساب يوم المحاكمه يعني بعد اسبوعين يحاكموني. هاي مرت اشهر يحاكموني يسافرون العراق كذا الى اخره. فش اسوي بها؟ فكرت من يوصل يوم المحاكمه اشوف اي هندي ضعيف اقدر اقتله اتعارك ويا اضربه واقدر يسقط يشيلون انا يذبون بمحجر هو يذبون محجر. محجر زنزانه صغيره يعني. اول محجر ذبوني به شهر ونص. طلعوني ورا شهر ونص. اجى يوم هاي اتعارك ذبوني محجر اتعارك اضرب عن الطعام الى اخره. في يوم كان كل اسبوع 10 ايام اكو ملاقات يسموه يوم الملاقات ملاقات دي. الهنود من الليل يتحضرون ثاني يوم الصبح يبدلون اشياهم النظيفه البسيطه حتى اللي يروح يقابل زوجته يقابل امه يقابل اولاده يقابل اخته يقابل خوانه. انا ابوي في النوم وحدي. هاي ام جابك هاي ام حبيبتي ليش؟ هاي ايش بيك؟ يما مو انت مريضه ليش جيتي؟ شو اخي انت مو واقف امه تعرفها مريضه جابك من بغداد ليش جاي للهيد؟ ما تقول ايش فيك؟ امه ألا ليت هذا الجسد الصلد يذوب وينحل إلى قطرات من الندى.
ليت الأزلي لم يضع شريعته ضد قتل الذات. رباه، ما أشد ما تبدو لي عادات الدنيا هذه عتيقة مضنية فاهية لا نفع منها. ألا تبا لها تبا، إنها لجزيرة لم تعشب بعد، شاخت بزرت لا يملأها إلا كل مخشوش نتنت رائحته. هكذا تنتهي الأمور بالهند وبالسجن. درندش ايش جابك؟ وين سينما زبيدة بالعلا وعزلوها؟ انت ما تقول ايش جابك للهند؟ ايش وصلها؟ رجعوا الهنود من الملاقات، كل واحد شايل علاقة وجايبين له هدايا، جايبين له أكيل. رجعوا، رجعت الحياة الطبيعية. هم شربوا مي هناك طبيعي، ما بيجي ما طول ما كرستوا بالعرض عادي. يوم مجد مي در، مجد مي در، عربي ولا دركا دركا، عنبر 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 تين نمبر. رحت قلت وين العربي؟ رحت بالساحه، مو عربي، صومالي. ها شنو حكيت وياه؟ ما يعرف انجليزي زين. حكيت وياه بالانجليزي، ماخذ رايح لسفاره امريكيه، يريد ياخذ فيزا من امريكا بجواز مزور. قلت له يجي يصير مريدي انت مخبال. حكيت وياه يوم عن يوم، انا هيك يعدموني امي، اخواني تذون بطانيه كذا الى اخره. يوم عن يوم اسبوع سافر، مرت شهرين صاحوني عندك ملاقات. رحت للملاقات، اخذت اوراقي، طبيت الملاقات بسجن. اثنين شباب لابسين زي موحد انيقين، قالوا له وي كيم فروم يو ان ات سي ار اوفيس، احنا جينا من منظمه الامم المتحده لحقوق الانسان. انا وقعت حقيقه، وقعت ارد ارد شان هون قعدوني، جابوا لي ماي، قالوا لي اشرب اشرب. خوشك هذا البطل وقته بنفس المشهد، اشرب 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 مي. هذا قالوا لي ما حد يقدر يسفرك، اكو بروتوكول دولي، اما تبقى بالهند او نسفرك الى بلد ثالث. بلد الاول العراق، الثاني الهند، بلد ثالث. باكر تجي المحكمه، ربيكا كونزاليانو محاميه مسيحيه هنديه وتدافع على كيسك ويستمر الكيس مالتك ونحاول نحصل لك لجوء. ثاني يوم رحت للمحكمه، طببني القاضي بقفص. صاح القاضي قال مستر درندش وي سنت هيم تو باتشر تا كام بالاخذي مدري شنو. اباوع وين هاي وين هاي وين هاي؟ اوبجكشن. ربيكا جونزاغ قالت له بشكل، قالت له هذا اذا سفرته للعراق يشعر بخطر، ممكن يقتل، ممكن كذا. بروتوكول دولي نسمح له ان يفتح، نفتح ملف للامم المتحده. فتحوا ملف للامم المتحده، قالت انت بعد ما تجي، انت بعد ما تجي للمحكمه تبقى بالسجن كذا. راجعت هاي حصلت لجوء، نقلوني للسجن المركزي، خلوني بلوري. لا هم لوري، هاي اللوري بقت يا ابوي اللوري دمرت دوالي اللوري. خلونا بسياره، اخذونا احنا المساجين، مسافه حوالي 7 ساعات. شلون اميتاب هيك؟ بس ماكو عصابه اجت اقترحت هيك ونقذوني بالسجن، ماكو يعني ماكو. وصلت للسجن المركزي بالريسبشن بالاستقبال، اخذوا ملابسنا، انطونا ملابس بيضة، هاي البسميتاب هاي البيضة، سداره والقميص والمخططه بسود وبنطرون. طلعنا القاعات كلش بعيده عن السور والابراج لحسابات امنيه، صرنا فصيل، باعت على الهنود، صارت اللغه الهنديه زينه، اعرف اغني هندي الى اخره، باعت على كيابلتيتا هي، ردوا عليهم هي كيامي بولا سن سنا عطيكا كندالا كسكا كرقة مرقة رقة بيرقة رقة كيا تسا كيا بلتيتو. شهرين خلصت هيك كيا بلتيتو. طلعت من السجن، اجرت غرفة، رحت للكورنيش مقابل تاج محل، قعدت. اجا واحد هندي لابس سدارة قال لي بابا انت في سعودي؟ قلت لا بابا انا في عراقي. قال انت شو شنو كترا مترا كلا غلا؟ قلت له ما يعني لجوء، لا كترا ولا مترا. قال لجوء؟ قلت له جينا. قلت له قال يبغى شغل. قلت له شنو شغل؟ قال هذا نبر عربي يجي خليج، ها؟ هذا في جني، هذا في سحر، هذا ما في زواج، هذا ما في محبه، احنا نسوي ترتيبات. قال ناخذ فلوس يسوي هذا. قلت له مشكله عندك مكان؟ قال اي.
ورحت وياه. شفت الغرفة؟ قلت له بابا هذا مكان كجرة. قال شنو؟ قال سينوغرافيا، سينوغرافيا تشيء، سينوغرافيا. جبنا صينية زرفناها خلينا نشوف الجو داخل الإضاءة هذا. قلت له أني سيخي. درندش سيخي، تصور. سيخي اسمي راجو باي. جاب لي ملابس سيخي. سويت الصدارة السيخية. لبست الخرز. جاني أول واحد بيجني. سبحت ولا قلت لك يا بوريكا خطوة ما في. كلام ينتهي بعدين أنا أقول خطوة خطوة. أنا ما أقول خطوة، أنت ما في خطوة، مفهوم؟ قال يا ريال خوه. قلت له بابي يا ريال. قول. كجرا مجرا كوتي كاكساهي. هذا بابا جني وسخ. هذا جني يدخل في بدن انسان من اثنين فتحه وسخه. هذا ما يخرج الا من اثنين فتحه وسخه من جسم انسان، يا من فم انت يا من انت. موافق؟ قال موافق. قلت له كيف سوي كيف سوي؟ انت كار طباك طباك خطوه واحده بس ما في خطوه ثانيه. قال تسكو كيف سوي بيا يا باتي ميرجات خطوه بس ما في خطوه ثانيه. كيف سوي ترينكا ترينكا خلي كيف سوي حتى ترينكا شغلت هناك. كيف سوي خطوه ما في خطوه امتد كذا. الحمد لله الحمد لله. قال هاي ريال. قلت له جني خرج جني. قال من وين؟ قلت له من إيه انت. اجى الزبون الثاني، اجى الزبون الثالث، الرابع. القضية نفسية اكتشفت. الشعوذة قضية نفسية. ولو بالشعوذة هو حصلت فلوس زين يعني. اجتني رسالة من الأمم المتحدة أن أروح الدلهي عندي مقابلة بالسفارة الكندية. رحت قابلت السفارة الكندية يوم يومين ثلاثة بون جا فيزا كذا تيكت طريت إلى كندا. شكرا للهند، شكرا إلى بومباي. شكرا لذلك الرجل الأفريقي الذي ذهب من بومباي إلى نيودلهي 36 ساعة وكتب لي طلب قدم لي الأجور. شكرا لذلك الرجل. نزلت بكندا، استقبلتني كندا، كملت أوراقي، اشتغلت مع حد لغة، الصبح اشتغل، بالليل ادرس لغة، اشتغلنا مسرح، أسسنا المركز العراقي الكندي للثقافة والفنون، فرقة فرات ثياتر المسرحية، حصلنا على دعم الدولة من مقاطعة بريتش كولومبيا بال 2009. مشت الامور 2012 زوجتي بالقانون الكندي راحت النياغرا فولس لاهلها. نياغرا فولس شلالات اكبر شلالات بالعالم، تبعد عن تورنتو ساعتين بالباص، وتورنتو تبعد عن المدينه اللي انا بيها فانكوفر 6 ساعات بالطائره. بالليل طلعت براس السنه، طلعت شفت الناس تحتفل. يحتفلون وين؟ في تقاطع جرانفيل ستريت وروبسون ستريت بالسنتر بالمركز مال مدينة فانكوفر. ناس نساء شبايا شباب مختلف الأعمار كلها محتفلة وترقص وتغني وكل شيء يسوون يعني. أكو شاشة كبيرة تنقل أحداث العواصم. آخر 10 ثواني، آخر 10 ثواني يطلع رقم على الشاشة 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. واحد يهني الثاني، تعرفها ما تعرفها، هابي نيو يير هابي نيو يير هابي نيو يير هابي. اكو واحد ضحك بالفصحى. منو؟ اكو واحد ضحك بالفصحى. المهم 2013 خابرني الو قاسم زيدان كذا مهرجان بغداد، جيت البغداد. مهرجان بغداد 2013 جيت البغداد، شفت العروض، طلعت برا، رحت للشارع. كان بجعبتي كمنص مسرحي. كنت أفكر هاي راح يسوون انقلاب بالحركة المسرحية وبالكتابة المسرحية وبالتكنيك وتضيف شيء جديد وجاي على أساس مغترب وإلى آخره. رحت ساحة الطيران، ساحة العمال، غزيل، بالشورجة، أتمشى بالشارع، بالباص، بالسيارة، الأهل، النص مختلف، اللغة مختلفة. ورجعت البيت ذبيت من الزبالة، سويت ديليت. بتبدي من جديد انا وين فاهم القضيه؟ حتى ما خايط بصف اللكان الاستكان كل شيء ما ذبيت من الزباله. رجعت للوظيفه، اشتغلت مسرح، اشتغلت تلفزيون، سوينا المسرح الاحتجاجي، استدعينا الاموات يطالبون بحق الاحياء لان الاحياء ساكتين. مشت الامور 60 سنة حتى اكمل 3 سنوات على الفصل السياسي قالوا ستوب. شكو
قالوا طلع قرار الهاربين من الخدمة العسكرية يسحب منهم الفصل السياسي ويسترجعون كل الأشياء والحقوق اللي أخذوها ولن يحسب له راتب تقاعدي. عشرات الآلاف اللي إحنا ما فرينا من الخدمة العسكرية، لا، إحنا فرينا من فعل الجريمة، موقفنا مع جيش الدكتاتور جيش البعث، موقفنا معهم، هربنا من فعل الجريمة والتحقنا بالثوار. هذا مو هروب، التحقنا بالثوار. ولي الشرف أنا ابن انتفاضة 1991 ومو مشكلة ما أريد تقاعد. عشرات الآلاف إحنا مو يعني الحل شنو؟ الحل شنو؟ شلون تستمر الحياة؟ إذا خيروك بين المحبة والراحة أكيد تختار الراحة، عندي حل. أنا قلت ما عندي خير. لا، إحنا أبناء الحياة نحب الحياة بوجعها بألمها بعوزها، بس هالمرة الحل الأخير لي أن أعيد الهجرة مرة ثانية بس بغير اتجاه، وحتى قميص ما أخذ وياي، ما أريد حتى هاي، لا هاي تبقى وياي وابقى أنا عراقي وافتخر أنا عراقي. أرجوكم أي واحد أخطأت بحقه خلي يسامحني، مع السلامة أستاذ عزيز دكتور عقيل أستاذي سعودي كاظم محمد هاشم في مالك.